خلي بالك عندنا ضيوف. ضيوف ايه؟ بنت حبيبتي بالاحضان يا فراوله يا حلوه بالاحضان. حيلك حيلك الاوفر ده. الله 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 الله، ايه المقابله دي؟ ايه عيب قوي كده، نسيتي ميعاد خروج من السجن امبارح وانت ما جيتيش تستنيني. ماشي مش زعلان منك وقلبي مسامحك. يا قلبك الحنين. شايف الواد اطمى ده؟ الواد ده طمرت فيه العشره والتربيه. اتفاجئت بيه امبارح قدام باب السجن بيقابلني ماسك في ايده اليمين جوب وفي ايده الشمال ورده، فرحت بيه. لا والله ونعم التربيه، ما جايبك كلها تشرف. تبقيش بقى قلبك اسود بقى، مش هتخطر يا فراوله. نفسي اسمع منك كلمه وحشتنا بابا مرزوق. قوليها له خليه يتبط. والله كان نفسي بس قلبي مش مطوعني. طب ما قلبك ده مش يطوعك وتقولي لي كفاره يا بابا. عايز ايه؟ اخلص. انت عارفه الحكايه بلطشه معايا، وكنت مسجون حبسه طويله قوي والدنيا بايظه، وانا شايفك ما شاء الله الله اكبر يعني شياكه ولبس وغيرت عربيتك وعايزه كمان تغير الشقه وتروح حته احسن. الله اكبر، وانت جاي تحسدني ولا ايه؟ ما كفكش اللي انت خدته من ميراث امي، ونسيت لما جيت وبصت على ايدك وتحايلت عليك تبيع الشقه اللي في البيت القديم وانت ما رضيتش. لا مالكش حق يا عم مرزوق. انت مين يا ابني انت؟ اطمة. ايوه نسيت. يعني كنت عايزين اعمل ايه؟ كنت ابيع المطرح القديم واقعد في وسطكم هنا. ايه ده حيلك حيلك، تبيع ايه وتقعد فين؟ هو احنا فاتحينها سبيل؟ خلاص يا حبيبي كان فيه وخلص. خليكي في حالك يا ست الدهليه انت. ما تفكك مننا خالص بقى، وتنسى ان عندك بنت، وتنسى انك انت في يوم من الايام كنت متجوز الست دي بعد ما امي ما ماتت الله يرحمها. بكره افكرك لما تتجوزي وتكلفي وابنك يبقى عاصي عليك ويطردك من البيت ويوجعك زي ما انت وجعتيني. انا ماشي، انا مش عايز اعيط قدام حد، انا جامد. يا ريت تاخد قطمه في ايدك حطه في الفرن. دي الدمعه كانت هتفر من عيني. ما صعبوش عليا ثانيه. شكلها شايله منك ومعبيه قوي يا عم مرزوق، ولا كانك قتلت ابوها. ما انا ابوها يا غبي، انا ابوها. يعني لو كنت قتلت نفسي كان زمانها دلوقتي استريحت مني وخلصت. حد يعمل في لحمه ودمه كده يا ناس؟ يلا ربنا يهديها، قلب الاب برضه مش هغضب عليها ابدا. انا بتكلم عليك انت، سبتها للديابه ينهشوا فيها هي والوليه مرات ابوها اللي هو انت برضه. طب اعمل ايه يا اطمة؟ البوليس هو اللي قبض عليا، عينه بحلاها وقد كده. يعني انا كنت رحت سلمت نفسي والاخر تجيبوا الذنب عليا؟ والله كلام معقول برضه. طب هتعمل ايه يا عم مرزوق يعني وانت على فيض الكريم كده؟ يلا عمل عمل ربنا، هنعمل ايه؟ ربنا يتولى ابنا. بعدين لعلمك اللي بيحصل ده ايه؟ مالك سكت ليه؟ ضربت هاند بريك فجأة كده ليه؟ ربنا يستر. اهلا عم مصباح، نورت المكان. الحمد لله على سلامتك يا اخي مرزوق. الله يسلمك. انتوا لحقتوا تعرفوا ان انا خرجت ولا ايه؟ الشيخ علاء الدين بيسلم عليك وبيقول لك انه عارف كل حاجه. انت مريد قديم وعارف كرامات عم الشيخ. طبعا عارف، عارف ومتاكد. بركاتك بركاتك. بركاته هتحل لما تسدد الدين اللي عليك ناحيته من زمان، اظن لسه فاكر. طبعا فاكر. قول لشيخنا برضو ان شاء الله الدنيا بس تتصلح معايا وانا هروح له لغايه عنده وابوس ايده. تعالى له انت بنفسك وقول له خد البركه، هو مستنيك، ما تتاخرش عليه. حاضر، عناية الاثنين اجيله لغايه عنده. وهات حبايبك معاك. حاضر حاضر. يلا يا ابني السلام عليكم. ما بدري بدري بدري. عرفوا ازاي دول؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.